جزء كبير من المشكل اللي صار الآن هو ايش خلى الخطأ يوقع الآن، ويعني في تسريب معلومات غير دقيقة سلامين، هو أنه أصحاب المعلومة الرسمية وكالة الأنباء الرسمية كما استثمرت العالم، استثمر العالم في التجربة الديمقراطية في تونس في 10 سنوات، كم جمعيات، كم وكالة أنباء، يعني حازت على النصيب الأكبر من التمويل الدولي في دعم الديمقراطية والإعلام الحر. لماذا صمتت هذه الأبواق سيد أمين؟ هذه الأبواق الإعلامية، هذه الكليت من الهبرة متاع المعونات الدولية لتطوير وسائل الإعلام ولتطوير التجربة الديمقراطية، صمتت اليوم 10 أيام. وسائل الإعلام هذه كانت تترصد النواب في فضاءاتهم الخاصة، اليوم صمتت. هذا اش خلى الإعلام الموازي هو اللي بادر يبحث عن المعلومة، أخطأ وأصاب، ولكن المشكلة الرئيسية عند وكالة الأنباء، عندك صحفيين، وينكم؟ أولاً أخي حسين، الخطأ أكرر وأعيد، الخطأ هو في سلطة تكتمت عن أمر من حق التونسيين، هذا هو الخطأ. إيش انجر عنه تلك تفاصيل، يعني ردة فعل الناس وكيف تصرفوا في الغموض معناها، وأنهم بناوا سيناريوهات، ومن يتحمل المسؤولية هو الماسك بالسلطة. الماسك بالسلطة مطلوب منه الوضوح والشفافية، وبالتالي هنا الخطأ. من زمش نناقش أن الناس أخطأت ويصبح هو ضحية، لا 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 لا، هو الذي أخطأ ويجب أن يظل مدانا. اثنين أخي، قلت وين الناس اللي استثمرت؟ أنا عندي قناعة لا أعمم، الديمقراطية يدافع عنها أبناؤها في هذا البلد، المناضلين على مدار عقود، وتلك المنابر الصغيرة وتلك المواقع المتذكرة، هذه كلمة الجود وهذه جريدة الموقف وهذه الفاطنون وغيرها وغيرها من يعني صحف، حتى الصحفية مثل صحف العمال الشيوعي وغيرها، يعني منابر الحركة الشعبية في الجامعة، يعني هؤلاء الناس، هذا النبض الصالح ظل يقاوم وما زال يقاوم. اللي تلقوا المليارات، ما قلت او يعني لا اذكر بامر وحيد طريف، يعني تذكرونه، بعد 25 بعد الانقلاب الامريكان جاءوا وعملوا جست نبض الى من كنت تسال عنهم، وبما ان الكل جاهم ان يعني على الانقلاب، وبالتالي هؤلاء مصنوعون صناعه، اللي مصنوع تلك النظرة العالية اللي كانت موجودة على مدار العشرية. أنا على الأقل شخصيا دائما كنت أقول هؤلاء ليسوا جزء من الثورة وليسوا جزء من الديمقراطية، وأصواتهم لا تجذر على الديمقراطية، وإنما إجهاز على الديمقراطية وإجهاز على الثورة، لم يكونوا جزء من الديمقراطية ولم يكونوا جزء يعني من الثورة، وإنما كانوا سلوك عليها. بمجرد الانقلاب الدبابة صمتوا، يعني كملوا أدوارهم واستحقوا. ففي الهيجاء ما جربت نفسي، لكن في الهزيمة كالغزالي. نعم يا أخي، هم يا أستاذ حسين، هم ما كانوا جزء من الديمقراطية، يعني في لحظة ما كنا نقول باه يا سيدي أنه ثم ترويكا تحكم، وثم أغلبية لحركة النهضة، وثم خوف من التغول، ولا بد من العين الرقيب. لكن يعني انا يعني كما يقال معناها لسنا جدد على هذه البلاد، معناها الاصوات اللي زيفت الديمقراطيه على مدار عقود في لحظه ما بعد 14 جانفي يتحولوا الى حماة يعني للديمقراطيه، لا هذا كذب، يعني هذا تزييف، وبالتالي هؤلاء لم يكونوا جزء من يعني حراسه، لم يعني مثل ما لم يتهموا في فرض الديمقراطيه عبر الثوره، لم يكونوا جزءا من حراستها، كانوا مكلفين بادوار معاديه للثوره ومعاديه للديمقراطيه. اللي دافعوا عن الديمقراطيه هم قدامك، اللي دفعوا اثمان غاليه زمن الاستبداد هم اللي موجودين اليوم في الساحه، اللي تمت صناعتهم صناعة يعني على مدار 10 سنوات أكملوا المهمة القذرة وعادوا إلى قواعدهم. نعم، كما تتم صناعة الفلوس يعني في المحاضن للأسف الشديد تاع
تحت ضغط الحرارة، هنا تحت ضغط اليورو والدولار.